بحب اقول لك يا حمزه، حمام هني من الهرى كي تتنعم برائحه جميله واسطوريه، تمام. ويعني نحاول نغذيك، عرفت شلون؟ اهم شيء الغذاء، اهم شيء الغذاء. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من آرك الحياة الواحدة. لكن متلاقوا شايفين في ألتيميت جارجون كومبي قاتلني، الله أعلم، الله يستر شو صاير بالمكان اللي قاعد فيه أنا. إن شاء الله ما يكون مكسرين البراد اللي حاطه وتروح علي الموارد اللي بقلبه، لأنه حرفيا حطيت كل لوتي جواته، اللي بده براد واللي ما بده براد حطيته كلياته جواته عشان تحفظهم وما تخرب اللحمة. فيب، قبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد، أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله ونبدأ حلقتنا. أوكي، خلونا نرسم بالبيت، والله يستر إيش اللي صاير. أيوة، الحمد لله مكانها بس مدمجة شوي. أوكي، حلو 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 حلو، ممتاز ممتاز. لا والله، لا والله مكسورة. اوكي، هلا اغراضي معي بس مو كلها. والله والله حمزه انا مفعل هذا، لعن ابو الحظ، ماني مفعل البطيخ الترايب، ماني مفعل الترايب، والله ما في غير حمزه، قسما بالله ما في غير حمزه. حركات الولدنه والاكل تبعه ما بطله. اصبروا، ايش اخذ مني؟ اوكي، بتردون معاي سبويل ميت، اخذ السبويل ميت، اخذ الروماتون اللي مسويه. لا حول ولا قوة الا بالله، والله يا جماعة ضيق لي خلقي، قسما بالله ضيق لي خلقي، يعني مسخرة. كل سلسلة بقول له نفس الفكرة، خيو خلينا نبلش نبدا نقول في هدنة، ما بي ما بي ما بيهدى، ما بيقدر يهدى. دودة دودة بتحركش له في، خلينا نغلط هلا، يعني حكينا وكلنا كذا مرة مشان يعني ما يقرب، ولا هي لسه لساتنا بداية السلسلة، يعني ما بتوب، والله ما بيتوب يا جماعة، قسما بالله ما بيتوب. قديش الساعة بالسيرفر؟ 9 الصبح، ليش هيك الإضاءة كافتة يا زلمة؟ اوف اوف اوف، طيب تعذبت وبطخت وسويت مليون قصة مشان هي، ما أدري كأنه حتى البتردون، انا ما حطيت سدل على البترادون وطرت فيه، وهي شلون قام السدل من على البترادون وهي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. تعرفوا ما ماني متذكر كمان اذا سويتها هاي بتاع البناء جوا، والله ما سويتها، لا اله الا الله. شوفوا والله ما يعني اذا ما حد يعني تربيته، اذا ما ربيته للواحد ما بيقدر، ما بيقدر، ما بيتوب، يعني ماني عارف ايش اسوي معه، بس قولوا لي بالله ايش اسوي معه، يعني والله لحد الان ماني عارفه ايش اسوي. بقدر اسوي سبيد اكيد، يعني اكيد ما معي شو اسمه. اصبروا، احنا بتذكر في عندنا مكان كان في اللي حاطين الادمه، صح؟ اول ما بدينا حطيت شو اسمه انا، ياب ياب، بتذكر اني حطيت هذا الافران، وهدول تركناهم اول شيء. طيب يا جماعة بالله بالله قالوا لي ايش اسوي مع هذا، بالله قالوا لي ايش اسوي معه، وليش هيك الجو كمان ميت يا شيخ؟ اوكي امطار، اوكي طيب مو مشكلة مو مشكلة. طيب خلوني ارفع شوي السبيد تبع هذا البطيخ، ارفع له شوية سستنينا. طيب دمج وهيل، ما ادري، ما اتوقع اني برفع له حاليا لانه ممكن يموت علي باي لحظة، بس اوكي مو اخذ سباي جلاس، نايس. شوفوا مهم جدا اني اوصل للحديد هنيك، اخذه واخذ شو اسمه. والمشكلة يعني ما ادري، والله ما ادري. طيب انا المفروض اني تاركهم هون، يب ايوه، يعني منيح اني تاركهم هون، والله منيح اني تاركهم هون، كان جاء اخذهم اساسا، والله كان بيجي بياخذهم، بعرفه والله بعرفه، ما بيقدر. لا اله الا الله، قلت له مليون مرة بأول يوم تاني يوم لا تتحرش، خلينا أصدقاء، خلينا حبايب، بس ما في، عبس عبس عبس. خذ، كسرناها بالغلط، جيب جيب كل الموارد،
منيح اللي عندي موارد. شي هاي دي موارد شي. طيب بما انه هيك المفروض هلا انه صار فيني اسوي 400 سبيد. يب ان شاء الله انها تشتغل. ما تقلتش على شو اسمه بليز. ما تقلتش. اوكي مثلا عادي ما تقلتش. ايش هذي؟ والله قوية هاي. اصبروا اصبروا هي تير غريب والله. والله شكلي بجيبها. معليش اصبروا. نرفع هيل. نرفع هيل صح. نرفع هيل شوي عشان ما يموت علينا. نرفع سبيد و لا سبيد. ليش رفعت سبيد؟ يا الله غبائي. يا الله الغباء. ايش هذا؟ ايش هي؟ رياكتيف انستيبل. ايش تير جديد هذا؟ شوفوا والله ماتوا. اتقرب عليها. اصبروا. فاريانت انستيبل رياكتيف. صح بالمي بتدمج. دايم والله صح. والله قوية هي بتكون. والله مرة اسطورية. بس 300,000 التربة تبعها سلامات يعني. واذا بدنا نروضها بدنا نروضها تكون شو اسمه. بس كأنه مو سلحفة. اصبروا والله كأنه مو سلحفة. ما ادري ايش هي. حجري مدري ايش. والله اجيبه. والله اجيبه. بس اصبروا لي. اصبروا لي اصبروا. حفظت مكانه. طيب شوفوا الفكرة وما فيها انه انا لازم اني اتطقس على شو اسمه على بيت حمزة. هون ايش في؟ ايوه اوكي. تارك طالع من هون. طالع. هذا يكسرون. والله طالع من هون مشكلته. مشكلته انا طالع من هون. طيب عجب وين بيته؟ طيب ما راح اكسرون. لازم اعرف وين بيته الجديد هو. خلوني ادور على الموب احسن شيء. ونشوف لنا ايش الشيء ديناصور نروضه عشان نعرف ايش السولات اللي عندنا اساسا. انا ايش عندي سول؟ سول انستيبل. في عندي انستيبل شيء. يا رب يكون في عندي انستيبل عشان اروض هذاك. لا والله ما عندي. اوكي معناته لازم نتر انستيبل. اذا نتر انستيبل فيعني انه لازم نخاطر. اوكي مصيبة انه نقتل انستيبل. انستيبل كتير قوي حرفيا كتير قوي. بس حمزة وين ممكن يسكن؟ حمزة جوان خويف يعني. اوكي هذا 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 غير خاصية اسطورية. عاد مين؟ ملت الداون. لا والله بس الفا هذا. والله الفا اسطوري. والله الفا اسطوري. بس هذا الرابطة وينه؟ وين اختفى؟ الو رابتر. اوكي هذا هو صح. يا لا مو هون. هذا اللي ورا هون. شكلي خايف يعمل لي اجرو. اوكي الفا ملت داون رابتر. شوفوا انا بالبدايه بدي اروج شغلات صغيره. شوفوا انا في عندي يعني شلون بدي اقول لكم استراتيجيه امشي عليها. تمام الاستراتيجيه اللي رح امشي عليها بكل بساطه هي انه اذا دخلت على الاف واحد هون تمام انا بالاكيوبمنت اليونيك سدل بدي اشوف الديناصورات واتذكر الشغلات اللي انا بالسلسله الماضيه كانت جدا قويه تمام. والسدل تبعها تبع اليونيك اعطاها بف جدا اسطوري. ساعتها راح اتركها لتيرات عادي اروضها. والشغلات البسيطه يعني ممكن في شغلات بسيطه كثير ما تعطيني هداك الفرق فممكن اروضها هلا في البدايه تساعدني تمشي اموري تمام. الكومبي سولجر مثلا هذا لا هذا والله اسطوري. هذا اذا بلاقيه مستحيل اروضه هلا. عرفت شلون يعني؟ مستحيل اروضه بتير قليل. ممكن اروضه بتير عالي او ممكن اروضه ممكن على اساس ممكن ما يجيني تير عالي بالمستقبل. عرفت شلون؟ والله ممكن ما ادري. بس مشكلة قربت الجيجانتوسورس. انا ايش عم بحكي مشكلة؟ لا مو مشكلة. عرفت شلون؟ فهمت علي؟ اتوقع انه فهمتوا علي. فبدي اشوف الشغلات اللي ما منها فائدة يعني اليونيك سدل تبعها ما بيضيف عليها اشياء زيادة اسطورية لح نروضها. واللي بيضيف عليها اشياء مثل دمج 300% وهدول قصص والروكولم مثلا الفاش وهدول قصص لا مستحيل مستحيل اني اروضهم هلا حاليا بهذا الوقت عشان اترك لهم مجال اقدر اروض تيرات عاليه منهم بس تطور زياده عن اللزوم. اتوقع انكم فهمتوني يعني وما جبت لك ان شاء الله. طيب لازم اول شيء ندور على حمزه. ثاني شيء لازم ندور على ديناصورات نستيبل.
وانا ديناصورات انستابل الصراحه ماني عارفان شلون ممكن اقتلها، واتوقع اني بدور بدور بالجهاز احسن شيء. طيب المشكله ايش في انستابل اضمن شيء نقدر نقتله بدون ما يقتلنا؟ تمام والله هذا يعني ها ممكن. اوكي لا هذا لا اكسبلوسيف، والله اكسبلوسيف ممتاز. درون او رياكتيف نفسه، رياكتيف نفسه بس مو هو، لانه هلا ما في مطر فما بيقدر يدمجني. شلون دماغ صح رياكتيف؟ اوكي رياكتيف. طيب من له هون اعطيني باللايف عشان يعطيني من اقل لا اعلى هيل صح، وهيك المفروض لايف ايج ديستنس لا لايف. طيب بدي شغلات كتير كتير هيلة قليل كتير، يعني انا ما بعرف لانه هذا البتر دون كمل يعني بدمج، بس مثل هذا البرسورة والله والله بعيد. لا والله قريب 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 قريب. وينه؟ تدرون ما شفت ذاك كم حبة بده؟ والله ما شفت كم حبة بده. وهاد كم بدمجني معي؟ 400 والله نايس والله انتصحنا. اوكي شكلنا بنبلع. شكلنا بنبلع. تعال موت يرحمني بوالديك. ايوه تا 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 ها تا 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 للهبل. الله بليز موت يرحم لي والدك. اوكي في اشياء عم تصير. تا 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 ايوه انستيبل سو. حلو 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 بدنا نجيب انستيبل سورس. طيب بدنا واحد ثاني هلا، بدنا واحد ثاني. ما تعالوا نرجع نشوف قديش بده، نرجع نشوف قديش بده كبير. هذا هون كان صح؟ هذا بده حبة، نايس. بده حبة، هذا الشيء يعني انه بتوقع انه بنقدر، بتوقع انه بنقدر 100% بإذن الله تعالى بنقدر. طيب ارجع مكاني اسوي اغراضي، والله انا بشوف احسن. يب اوكي طيب خلونا نبلش نظبط امورنا. ناركوتيك اتوقع عندي ناركوتيك كثير 250 اشوفهم ممتازين. طيب خلونا نحط طاوله مود اوميجا عشان نشوف ال شو اسمه الاسنس اللي نقدر نساويه. والله شكله اخذ كل الاسنس اللي عندي صح؟ اخذ كل الاسنس، والله اخذ كل الاسنس. والله لا تندم، والله لا تندم يا حمزة قسما بالله لا تندم. طيب أنا بوريك، أنا بوريك، أنا عندي أغراض مليون قصة، مليون مليون، بتعرف شو يعني مليون؟ طيب مو مشكلة، مو مشكلة، حط هدول هون، حط الأسهم هون، أرو أساسا أخذه صح؟ أرو؟ أخذه، والله أنا بوريك، أنا بوريك، أنا بوريك، بس اصبر لي، اصبر لي، إيش بدي؟ بدي ألفا مثلا أسنس، لازمني ألفا أسنس أو برايم أقل شيء. عندي 1005 بدي اساوي 5 اسهم، بس 5 اسهم ما استفيد منه شيء. شوفوا لازم نعملنا جوله تمام، ننزل نلوت ونظبط امورنا، جبنا شويه اسنس شويه سولات هيك ندور حوالينا من هون لحتى نلاقينا اشي عم يقتل اشي وناخذ منه الاغراض. يعني اتوقع انه هذا الحل الوحيد وما لنا غير هذا الحل، انها تستنى لحتى يموت داينو قدامك مثل هذا التيميت. اعطانا 5 اسهم يعني والله مرة لا 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 يا صاحبي لا، أنا ما لي علاقة، أنا ما لي علاقة بالموضوع، أنا جاي متفرج، أنا جاي أتفرج وبس. تعال اقتل لي هذا الألف لو سمحت، إذا ممكن لو سمحت ممكن. أوكي ممكن. هذا إيش؟ أسترايك. ما في إشي هون عم يتدمج صح؟ يلا الحول حول الأوميجا هي اقتل إياه. تخيل الله إذا مات هذا الأوميجا. أيوه هاي اثنين اوميجا مات. بيموت 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 والله بيموت يا جماعة. لا 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 تكفى تكفى. ايه تلو تكفون تكفون. اوميجا والله اسطوري. ايوه يا عين هاي احلى اوميجا اسنس، هاي احلى اوميجا اسنس. يا عين نزلت لي سول كمان. ايوه ايوه
اصبروا 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 يا شباب اصبروا. اخذنا اوميجا سول. طيب اسكت اسكت. طيب شوفوا شو رايكم اخذهم خلوني يقتلوا لي حدا. اي والله والله فكره. تعالوا يلا راحوا مو مشكله دور على غيره. طيب يا جماعة الخير جمعت لي شوية اسنسات لا بأس بهم الصراحة، لكن صراحة في صدمة. أنا مالي منتبه أبدا، مقطع حمزة نازل من قبل بساعة من بداية تصويري لهذا الفيديو. بتفاجأ بواحد المتابعين بعت لي على الديسكورد أو بيجيني تعليق كمان واحد تاني على اليوتيوب إنه يا محمد الحق حمزة مسح فيك الأرض. ايش في؟ تدخل على مقطع حمزه وفعلا حمزه ماسح فيني الارض. لسه وراي. اوكي اوكي استنوا 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 استنوا. وين راح وين راح وين راح وين راح محمد محمد تعالوا تعالوا. ايوه ايوه فيوتي فيوتي. اجوا 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 بسرعه اجوا بسرعه بسرعه يوتي بسرعه بسرعه. ايوه تعال تعال الحقوا الحقوا. لا لا الا محمد. لا محمد لا قتلوا محمد قتلوا محمد يا شباب. لا لا يا حيوان الديان. لا قتلوا محمد يا شباب قتلوا محمد. لا لا الا محمد. لا محمد لا قتلوا محمد. كيف بدنا نضل في الماء بس؟ وعامل انه هو ما له سارق من الاغراض. بس ايش عليه؟ انا عرفت وين بيته. لحربيه. لحتى يتعلم يتعلم كيف يعني يتوب ما عاد يقارشني باول حلقتين. لانه عن جد عن جد يعني انا مر يعني شلون بدي اقول لكم كل سلسله نفس المشكله بيعملها معي. كل سلسله نفس المشكله بيعملها معي. هلا شوفوا خلونا بترويض هذاك اول شيء بعدين بعد حمزه. اول شيء خلونا نشوف الاسنس ايش صرت مجمع. اوكي 15 اوميجا 30 التيميت 45 حلوين 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 حلوين. انا بشوف انه مره حلوين. بدي مين يقتلني ياخذني على البيت. اي بوس. اوكي طيب خلنا هذا يقتلني اروح على البيت ممكن. اي لو سمحت واحده ثانيه. والله راح تخليني دوم والله راح تخليني دوم. اصبر بس خليني اروض ذاك امن علي اضبط اموري بعدها بنتحاسب. طيب انا رجعت على البيت. صح بالبيت 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 بالبيت. طيب اسنس حط لي كله هون. طيب بدي من هاي. طيب اوميجا بدي اساوي 15 ممتاز. التيميت 30 نايس. وبرايم 45 ممتاز ممتاز. طيب هلا بدنا شغله هلا بدنا شغله. بدنا نطور الكروس بو. بدنا نكمل تطوير الكروس بو لانه الكروس بو مهم جدا تطويره صح ولا لا؟ اوكي هون مطور هون مطور. جيب هدول معناتها ما لي شغل فيها. لازم نحط الطاولة صغيرة. وينها وينها؟ بدنا طاولة الابجريد الصغيرة. وينها؟ هي هات وحدة. افترض هني بقدر اطوره هلا فيها. فايبر وايد. طيب كم وحدة بدها تساوي؟ 19 ساوية. حط لي الكروسبو. واقف ما بدي اساوي كثير حتى ما اضيع الموارد كلياتها. طور طور صديق طور. ايوه اتوقع اخر واحدة. يا الله قديش عس يا الله قديش عس. طيب ممتاز. هيك ايش بنحتاج باقي لنا هلا؟ باقي لنا ناخذ هدول. طب ارو بقول له سوي لي الاوميجا ارو. حلو سوي لي 15 بس ما خلصوا هدول. طيب مو مشكلة
استنى لنا شوي يا جماعة، ما في مشاكل. خلينا نسوي الكبل ونشوف ايش بيحتاج الكبل. هو بيسك تمام، بيسك وانستابل. انستابل يحتاج روب ميت والايج. الايج الدودو ما حطينا له يجيب الايج. نايس نايس يا انا، نايس يا انا، نايس. انزل. اوكي روميت عندي؟ ما عندي، يعني لازم نروح اقتل. يا الله حلو. هيا والبيضة بيسك نستيبل. عندي ميجوبيري، عندي تفضل. وده بيسك اساس وسول. تفضل انا ست صار بيسك اساس. جيب جيب يا اخي، عندي هون والله مليان. تفضل صديقي. يا عين يا عيني والله، احس انه عن جد راح يكون هذا مره مره رهيب وتطور جدا اسطوري. حلوين الاسهم جاهزين، نحط اسهم الاوميجا في البدايه عشان تكون امورنا تمام. لا لا انت وقف وتزوج، وقف حبيبي. ديسيبل ميت. طيب المفروض انه الكبل معي، الكبل معي، اموري جاهزه. لازم ننطلق نروح نشوف الداينو هذا، ونروح نروضه ونروح نشيك على بيت حمزه. خلاص يعني حمزه اليوم ما في مفر، بدي احضر له تفنجي عن جد. من بعدها يحرم يحرم. اوكي السلام عليكم معلم، احس انك انت بتجيب فيني العيد، ما ادري ليش. انا ليش ما سويت جرابلن عشان اتعلق؟ والله احسن اجيب جرابلن هوك واتعلق فوق واطخطخ فيه، احسن شيء. الار اعطينا واحد، ايش بدنا؟ سمنتينج بيس وستون ار. طيب ايزي. طيب سمنتينج بيس، هاي جبنا سمنتينج بيس، وهاي جبنا واحد. ايزي ايزي عزيزي. اوكي بسم الله. انا لازم اسوي مسدس السور الصراحة، لانه احس اني بجيب العيد، ما ادري مشكلة. خايف انه والله شكله اسطوري. اعطى ايوه ضيعنا سام اوميجا. بلعنا صح. اطلع اطلع. ممكن تظهر نفسك لو سمحت. ايوه صار تحتي. اوكي حلو، جاي يطلع حاله، جاي يطلع حاله، هيك ما راح يمشي الحال. طيب اذا نزلت له مالك حابب تطلع؟ اوكي طيب بقدر اصيده؟ لا. ايش الحل؟ عطني عطني الارو، عطني الارو. اوكي نساني. طيب كيف الحل انه نصيده؟ كيف الحل انه نصيده؟ بدي طريقة نطلعوا فيها من تحت الارض. ما بدي اضيع اسهم على الفاضي، ستنضيع اربع اسهم عليه. مشكلة ماني عارف هو تحت الارض فوق الارض. ايش سويت انا؟ ايش سويت؟ ما هو راضي، ما هو راضي يطلع. تحت الارض مبين هو. اه والله مبين. بولدوغ، بولدوغ هو. شكله ما في حل والله، لازم لنا شيء ثاني. ما اول مره بيمر علي هيك هيك داينو. طيب وين بتردون؟ خلينا نروح نشيك على حمزه، خلينا نروح نشق عليه. حبيب قلبي وين ساكن؟ اه هنيك. اوكي ساكن عند الكهف يلي فيه شو اسمه، اللي فيه الحديد والكريستال. تعال حبيب قلبي تعال، خلينا شيك ان شاء الله يكون مقفل بيته ومسكر واموره تمام عشان ما يخليني اضطر اكسر له يعني. اوكي اوكي
والله يا عم زين لا خليك تندم اصبروا. اوف ايوه اهلين. ما في حدا اجريسيف. السلام عليكم استاذي. يا اهلين يا اهلين الرومات تنتبهي. اسنس والله اسنسات تبعتي معليش. كبل لا كبل خليلك كبل خليلك. امي كسول اخليها لك. انا باخذ حقي انا باخذ حقي اللي انسلب مني هيك سلب. هذول شو؟ ترانكارو خليهم لك يا شيخ. ايش هذول؟ جيب جيب والله بلبسهم انا ليش لا؟ دروع ما عندي. البس دروع. اهلين 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 بحمزه اهلين والله نورت. اهلين سيد راسي ورجيني المنطقه تحتك شلون وضعها؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حمزه يا عيني يا عيني امورك بالسليم. هلا اذا طيحنا هدول ايش رايكم؟ اذا طيحنا هدول ايش بصير؟ تفتح البيت صح ولا لا؟ ممكن تلحاني انت؟ تعال 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 بس عشان ما تكون مصدر تهديد لنا تعال. يعني شوي هيك نضمن انه انت ما عندك شيء. ايش هذا؟ اوكي ممكن تكمل جايتك لو سمحت. تعال 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 ايوه بس خلص عندك. طيب معناتها يلزم انه سي 4 عشان نهد البيت فوق راس اصحابه. تمام لا 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 أوه اوكي اوكي بس. اوكي مشكلة اصبر خلينا اول شي نشيك اذا ديناصوراته اجريسيف ولا مش اجريسيف. نعمل هيك اوكي نايس. يعني ديناصوراته مو اجريسيف وانا محتاج حديد والله بتعرفوا يعني الحديد شي مهم جدا الصراحة. اوكي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالمثل وبال اهلا 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 اهلين اهلين اهلين. طيب السرير ما تحتاجه صح؟ عشان ما تقدر ترجع ترسمه ما يتكسر للاسف الشديد والله للاسف انه ما يتكسر. طيب مو مشكلة صديقي العزيز اصبر انا عندي لك الصراحة اشياء جدا جميلة رح تجي معي للاسف الشديد. ايوه يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك بس هيك في المي ما راح اسوي شيء. تعال نقدر نسحبك بالمي؟ ايوه يا عيني عليك تعال تعال عشان ما تصير طعاما للقطط عم تمسح فيني الارض لك لما ايش ايش بي ايش كان بالكريسبو صح؟ تعال ريليس مسح فيني الارض ما هيك؟ مسح فيني الارض ما هيك؟ ها؟ ها؟ جرجحني صح؟ بس متى تربك حميد؟ ها شوف 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 تعلم تعلم كيف بيمسحوا الارض بالواحد تعلم. اصبر خليني ارجع اسويها شلون شلون؟ ايوه ما عاد زبطت معلش اصبروا من عيدها من عيدها لعيونكم ها؟ اللولحة وهيك لولحة ايوه يا عيني يا عيني. طيب اسمع انت حاتركك هون هلا ما بدين ما بدين ما بدين خليك هون انا عادي مش شوي شوي صغيرة لازم اروح اجيب لي شوية سمنتينج بيس اجمع لي شوية خشب اسوي لي شوية سي فورات يعني بتعرفوا. اوه صح لا نحتاج السلك اللي عندك هون يا حبيبي. معليش 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 والله معليش اعطيني هاي يعني يعني هذول راح نسوي فيهم شوية الكترونيك يعني ها. والله شكرا شكرا جزيلا. اوه اوه وشو؟ لا ها؟ اما جلتش اصبروا اصبر والله جلتش هذا ما ادري شلون بس انه اوكي. نروح نظبط الامور يا شباب معليش 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 نظبط الامور نجهز سيفورات حركات وبركات ونرجع لكم. وين اللي بتردوني تعال تعال. المشكلة انه هو ساكن بلزقي سبحان الله ساكن بلزق بيتي. طيب ما علينا اوكي يا جماعة الخير خلوني اظبط الامور لانه هتاخد حرفيا وقت كثير كبير ولازم اهوي شوي الغرفة لانه شوبت كثير. طيب بخلص بعود. طيب
وبعد عناء جهيد زدت سوي 200 حبة سي 4 لبوتت يا جماعة والله تعبت قسما بالله. شوفوا شغلت 7 افران عشان بس يحرقوا لي جيبوا تشاركول عشان اقدر اسوي السي 4 والجن بودر. شيء مرة خرافي، لكن باذن الله تعالى عن جد رح خليه يندم، رح خليه يندم يعني حرفيا رح يخليه يندم. بس تعرفوا شو عم تجي في بالي فكرة غير. عم تجي في بالي فكرة غير. يعني واحد مثل حمزة اذا الواحد ما دعس يعني شلون بده يكون دعس على رقبته دعس ما 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 بيستفيد. يعني هو اخذ مسح فيني الارض درون. الله في ببالي فكرة، في ببالي فكرة مرة اسطورية. اوكي في ببالي فكرة مرة اسطورية بس درون خايف يموت، خايف يموت. اصبر لازم اشوف كمان اذا بتزبط الفكرة اللي ببالي ولا لا. اصبر خلوني اسحبه اول، خلوني اسحبه لهون لانه احس انه بجيب العيد. ها هلا يا ولد تعال. يعني كون ايش هيكون نسحبه جوا الكهف مو احسن؟ هدول هدول رح ينزلوا علينا، رح ينزلوا علينا. تعال 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 شوف شوف اصبر. سي اوكي نزلوا والله والله نزلوا كامل. بقدر انزلهم هون؟ اي بقدر. هون ها جاي معي حمزة؟ ايوه ايوه تعال. طيب هلا من هون هلا حنقدر ننزل. اوكي اوكي في جريفن وفي مخاطرة والله، بس انه لازم ادخله بالكهف، لازم ادخله بالكهف عشان اعرف اتصرف معاه. تورطنا والله يا جماعة، والله تورطنا. او ماي جاد او ماي جاد تورطنا. طيب اسمع لك تعال لهون. ايوه سيف خلص شو. طيب الفكرة وين؟ الفكرة خذوني على ستيم، نروح على الورك شوب ونجي لهون نكتب بوب انتر. اوكي روكيت بوب. اوكي نايس. ايش سوي هذا؟ اهلين اهلين. يعني اليوم حتى ينبسط، حتى ينبسط يعني ما في غير هيك. ايش هي؟ بدي اشوف، بدي اشوف هيك شيء يبود تحط له هيك بقلب بيته هالقد قد هيك. جولدن بوب ايش هي؟ اوكي اوكي كويسه كويسه. طيب سبسكرايب، جيب الثاني كمان سبسكرايب. اوكي يا جماعه معلش اضطر اني ارست السيرفر ونرجع لكم ونشوف ايش حنسوي في حمزه. باك 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 يا شباب. شوفوا اللي سويته بك هالاختصار، يعني ركبت المودين تمام. اول مود اللي هو الجولدن بوب اللي هي هاي، خلينا نشوف شكلها. اهلا بدي افتحها. يا عيني يا عيني اسطورية اسطورية هاي. طيب الثانية يا جماعة الخير اذا بنجي لهون هاي هي صح؟ يب المفروض اني اكلها. في كاتبين لي ايش الزر، المشكلة ما بعرف ايش الزر يلي بخليني اعمل بوب يعني. بس المشكلة والله عن جد ما بعرف ايش الزر اللي بخليني اعمل بوب. ايش هو؟ الو؟ مو الكي ولا ال ال هاد لا هاد لا. والله ما ادري والله ما ادري بتصدقوه. ايش الزر اللي ممكن خليني اعمل بوب؟ اصبر لازم ادور على اليوتيوب. بس الزائد بالنمباد. ايوه ايوه هاي. اصبر تعال يا حمزه تعال تعال حبيبي تعال تعال اجيك الانتقام هلا على اصوله. انا ما بمسح الارض فيك تمام، انا ما بمسح الارض فيك، انا عليك ها ما بدي احكيها مشان اليوتيوب. بس شوف
ايه مع نار مشوية. يلا يلا اعطيني هيك منظور، اعطيني منظور، اعطيني منظور. ابتسم حمزة، ابتسم ابتسم ابتسم. هاي الكم بس الكم، اوريك اربيك انا تمام. يعني شوف خليك تعرف قيمتك، عرفت كيف؟ خليك تعرف قيمتك تمام. هاي على 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 راسك. يلا يلا. اي يا ابوي ايه، حاسس صح؟ حاسس بالذل؟ حاسس بالإهانة؟ كيفك فيها؟ كيفك فيها؟ بس قول لي كيفك فيها؟ أمطار من الزقة؟ كيفك فيها؟ كويسة ما هيك؟ كويسة كويسة. أتوقع إنك رح تستعملها بس مو مشكلة. رح خليها أنا، عجبتني. عجبتني مشان كل ما بدك ترباية إجي أربيك هيك. عرفت؟ آه شوف شوف، كل ما بدك ترباية إجي أربيك هيك. اسمع خذ لك واحدة هيك من هذا المنظور. وريني. كبر كبر. ايوه طير طير. لا ممكن. ايوه بس بس عشان نشوف. وانا لابس سوايك. يلا يلا يلا، اعطوه التقاط شاشه يا شباب، اعطوه التقاط شاشه. واحد حب التقاط شاشه لا 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 حمزه. طيب دراج بودي اول اشي رح نحشره هون تمام، هاي اول اشي. ثاني اشي رح نجيب البوب هاي ولا نحط له اياها هون تمام، هاي رح يفتح عيونه رح يشوفها قدامه. ثالث شيء انه لازم نجيب لوحة، واللوحة لازم اني انزل واكسر شوية اغراض، اجيب فلنت وحركات وبركات عشان نقدر نسوي له اللوحة. وبدي اكتب له شوية يعني عبارات هيك تهزل له بدنه شوي، تخليه هيك يحس بقيمته تمام. والله بسم الله. طيب اعطيني اعطيني شوي شوي والله. فايبر فايبر لو سمحت. ايوه 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 يعني يعني بس 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 حمزه بيكون تاخرنا عليه هلا. خطيه 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 الصغير، خطيه. نعمل له دوش ثاني هلا كمان، نعمل له دوش ثاني. ما في غلط، مو غلط مو غلط ابدا ابدا مو غلط. يعني عن جد يعني شوفوا انا بعمل جهدي اني احترمه تمام، بس والله ما خلى ما خلى مجال للاحترام. رح انزلها شورت، رح انزلها شورت يا حمزه. خليك يعني وينك، العالم كلها تطلع تحكي عليك تمام، العالم كله رح تحكي عليك، اوكي؟ اليوتيوب كله رح يدرى فيك انه ليدر قال عليك، اوكي؟ ليدر شو عمل؟ هري عليك، اوكي؟ استنى، أول إشي، عطني الساين، جيب لي الساين، اوكي؟ حط لي إياها هون، كويسة هون، صح؟ يب كويسة، إيش نكتب عليها؟ اوكي، نكتب له This is your truth، هي هي حقيقتك، تمام؟ هي هي حقيقتك. طيب شوفوا اوكي، خلونا نحكي شغله. اول شيء خلينا نجيب وحده ثانيه من هاي لانه اللي اكلناها ما كفتنا. طيب شوفوا يا جماعه الخير، في عنا واحد من الاشخاص الجميلين في السيرفر ما بتوب ولا بكل ولا بمل، وبنقول له اهدى يا ولد اول حلقه وثاني حلقه وطول بالك، بس ما بيقدر يهدى. والحلقه الماضيه دخل واخذني وسرقني، ومع انه السيف بي في بي سرقني، وايش سوى كمان؟ اللي سوى انه مسح فيني ارض الملعب، ارض الملعب ارض الماب. فلذلك انا جاي اليوم اورجي قيمته. فنحن تحت الشلال الجميل. بحب اقول لك يا حمزه حمام هني من الهرة، كي تتنعم برائحه جميله واسطوريه تمام، ويعني نحاول نغذيك، عرفت شلون؟ اهم شيء الغذاء، اهم شيء الغذاء. خلينا نعمل هيك زوم. ايوه ايوه يا عيني والله جميله، والله اني تسليت يا حمزه. تعال 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 خليني اكمل. تعال الحلقه كلها اليوم في راسك. اصبر اليوم حلقه اليوم. اصبر 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 والله اصبر، الحلقه اليوم كلياتها في راسك. ايوه ايوه اعطيها لك. هذا هذا شوفوا، هذا من حرقه قلب اكل فليفل حمراء وداخل على الحمام ونازل يعني الحراره طالعه حرقه حرق. عرفت حمزة؟ أتمنى تكون عجبتك وهي حقيقتك أنت، حاط لك إياها قدامك. فبتمنى لك أحلام سعيدة، وأنا طالع كفي بيت شغلي معك في البيت فوق. أوكي يلا يا جماعة، حمزة انتهينا منه، وأتوقع إنه هذا رد كافي ووافي وبرجع لكم حقكم متابعيني باللي سواه حمزة. أنا الصراحة اللي سواه زعجني، بما إنه من أول حلقة وأخذني ومسح فيني الماب وقال لو ما متت كان جابني لهون وحطني بالتواليت وما اخ. لكن مشكلتك انك لعبت مع الشخص الغلط يا حمزه. طيب اعطيني والله رقم 3.
هل اني انزل لتحت وانفجر ام الستاندات هذول. اوكي حط 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 صديقي و بوم. اوكي ما تفجرت ليش؟ دمجت ولا ما دمجت؟ او ماي جاد والله كثير. طيب معناتها منفجر من فوق. ايش دودوس؟ ايش حبيباتي؟ ها يا عمري؟ ها يا قلبي؟ ها فجر اهلك؟ ايوه ما في ليش؟ ارجع ضبه وارجع كلها. ايوه الدود المتفجر رحمك الله. اخاك اخاك يا بطل اخاك يا بطل انت ماذا تفعلون؟ بوم انفجر الدودو انفجر الدودو يا لطيف. طيب انا اطلع لفوق اتمنى اللي فوق يكونوا مالا شو اسمه. هلا لكم انت فكره اسطوريه انت فكره اسطوريه انت فكره اسطوريه جدا. طيب نزلني هون لو سمحت. تعال انت اسطورتي. شوف ديناصوراتك يا حمزه والله اتوقع انك لا تخسرون. انا اسف جدا والله والله انا اسف جدا. هذا البرل يعني شغلته فاضيه فاضي شغلته ما بيأثر ما راح يقرب علينا اساسا. اتمنى انه اوكي لا والله قرب والله قرب وهني مبسف. طيب يا ترى السهم هذا بيخدره؟ اوكي بيخدره. حلو 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 خلصنا خلصنا منه خلصنا منه نايس. شايف يا حمزة؟ قول عني عاطل قول عني عاطل قول عني عاطل انقذتن ها تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ عملية المتفجرات وبتوزيع الأغراض الجميلة واللطيفة والظريفة. أتمنى ديناصوراتك إنه ما يموتوا بالسي 4 لأنه الصراحة عن جد ما ودي أخرب عليك. أنت ما قتلت لي ديناصورات. أوكي أوكي هاي قديش هيلا؟ كأنه ما تدمجوا أبدا. أوكي لا في أشياء مدمج بس في أشياء ثانية ما عم تدمج. ما بلش من بالطاولات الطاولات مو غلط. الاسم اسمه 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 سوي لي ملف مشان عشان ما يقول انه والله اخذ كل شيء مني. تمام انا اموري تمام. تعال لك انت في اشي تحت؟ ما في اشي تحت. مشكله ليش نزلت؟ لا اله الا الله. اوه في بترة دمات يا حرام. مين اللي مات؟ هاد انا ما انا اللي قتلته صح؟ ما انا اللي قتلوا شو اسمه. انا ما قتلت. ورجيني اللوك. يور ترايب كل اوه اوكي قتلنا له اوه. انا اسف يا عوعو. بيطلع لك تعويض استاذ عوعو. والله شوف ما كان ودي اني اقتله والله بس يعني مات. ايش نسوي؟ قضاء الله وقدر قضاء الله وقدره. شو بدنا نسوي؟ بسم الله. اوه اوه اوكي انت كيفك اسطورتي؟ مبسوط بالقعدة هون ان شاء الله؟ افجر ابوك. اصبر تعال ما اقدر احط عليه ما بقدر احط عليه الزق. ايوه 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 بس كفي. ما مات مات. اوكي طيب يا عزيزي ماذا لدينا هنا؟ كسرنا التريبوت كسرنا كل شيء تقريبا. او في طاوله لسه. اصبر 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 حط واحده ثانيه. بارارم يا عيني. اوكي ايش في عندنا هون؟ سبارك باودر عادي. اوه لوتو كله هون. اوكي جيب جيب هاي جيبهم. طيب كيف بدنا نوصل لهنيك بدون ما حالتي. ايوه اذا نفتحها يا عين. طيب شوفوا لوتو ما بدي اياه الصراحه. انا لوتو ما بدي اياه شيء بحطه هون مثل ما هو. تمام هلا بنسوي له صندوق واتوقع انه في شيء تحت. يب سوي له صندوق يعني هو ما سرق مني كل شيء انا رش... اوه 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 اوكي اوكي شوف. شوفوا انا معي 50 من قبل معي 50 من قبل ومية 50 ومية. طيب جيب لي البترادون للوك. حط اغراضي بالبترادون والباقي من بنحطه عند حمزة. حط زيت هاي. ايوه
حط اغراضي كلهم عشان ما يقول انه والله لي ضر سرقني وما سرقني. ها هاي الاغراض الباقي كلياتها عندي لمين؟ لحمزه. جيب هدول. اوه هاد يا عيني. هلا بنسوي له ايش؟ بنسوي له استوريجين صغار ونحط له اغراضه فيها. اوكي اعملوا لهم في انيمال فاونديشن. هي حطينا العيون هون. انقل كل شيء. انقل كل شيء. اوكي ما ضل معي شيء يا جماعه. حطيت له كل لوتو هون. اتوقع انه هذا لوتو. انا هذا اللي لقيته بالسنه دي. انا لوتي لحال ما دمجت اي شيء معه. ما دمجت اي شيء معه عشان ما يصير كذب. وهي شوف بنعطيه يلا بنعطيه يلا يلا صاير صاير. ها بنعطيه من هذول. نصاصي والله ما انه مو له بس بعطيه. مالك ها يلا خذ النص الالتيميت كمان عشان ما تقول عني حقود ومدري ايش. بس بتمنى انه تكون تربيت يعني. اتمنى اتمنى يا جليل التمني انك تكون تربيت وانبسطت. والداينو اللي قتلنا لك اياه بتحب تعمل له ريفايف اعمل له ريفايف صحتين وهنا على قلبك. قل له لانه هذا لوته هو محطوط تحت البيت وبس. انا هذا يعني خلص انا اخذت انتقام الصراحه يعني. حتى اتخذت بدل عنده و الله يرحمك يا عوعو صح عوعو اسمك عوعو عوعو ايوه عوعو المسكينه عوعو المسكينه الله يرحمك يا عوعو. اوكي بسم الله. طيب يا جماعه الخير خلونا ننطلق نحن. صراحه ما بعرف ايش اروض وما لقيت شيء اروضه مبدئيا فبدي اشوف بدي اشوف ايش ممكن اروض. محتاج اشي مبدئيا يشتغل لي بالهذا بالموارد. محتاج اشي يشتغل لي بالموارد بس لحد الان ماني حاطط خطه في بالي 100% ايش ممكن اني اهتم. بس شوفوا الشيء الوحيد اللي ممكن اني اضحي فيه هو الوايفرن لانه الوايفرن انا بشكل عام ما كنت استخدمه السلسله الماضيه ابدا ما استخدمته السلسله الماضيه ولا كان في اي شيء قوي بالوايفرن. ممكن نستفيد منه مبدئيا انه نقدر نروض اشي وايفرن يكون فخم يعني. عرفتوا شلون؟ بس والله ما ادري. انا اتوقع انه هاي الحلقه رح تكون بس رد على حمزه. اتمنى انه يكون تربى انبسط عجبه اللي صار وتربى. اهم شيء انه يكون تربى لانه اذا ما تربى مصيبه يعني خلص رح تعلق بيناتنا الشيطان الرجيم بهي السلسله. عن جد رح تعلق بيناتنا الشيطان الرجيم. يعني ما تتوقف انه هو يمسح فيني الارض وانا اهر عليه ما هتوقف هيك. خلاص رح تمتد القصة لحتى واحد مننا يفك رقبة الثاني. فايب يا جماعة الخير باخذ عفشي واغراضي وبشرد او اني بسوي لي بيت محترم عشان اقدر اتخبى فيه ما ادري. فايب اتمنى تكون الحلقة عجبتكم استمتعتوا فيها. كان الخطة غير هيك تماما. كان المفروض اني اروض بس صراحة والله صدمني وعن جد انزعجت. عن جد يعني من داخلي عن جد انزعجت. ما مزح ولا تأفيل ولا تمثيل ولا اي بطيخة لانه عن جد الشيء اللي حكيناه انه هدي وطول بالك ولا تسوي شيء هلا لحتى نجهز امورنا الموت صعب. بس صار اللي صار. لذلك نراكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام عليكم.